يتمرمط يعني. طيب تعال نروح للتليفون نقول الو. قول الو. الو الو كابتن. كابتن اكرم توفيق حبيبي. عامل ايه يا كابتن مصر؟ ازيك يا كابتن عواطي؟ الحمد لله يا حبيبي والله. بركاته. الحمد لله تمام يا حبيبي. منور يا كابتن اكرم قناه الاهلي، واكيد طبعا كابتن اكرم توفيق لاعب نادي الاهلي المعار حاليا الى نادي الجونه. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام يا كابتن عمر. مشرفنا ومنورنا النجم الكبير الكابتن عبد العزيز توفيق، يعني الاخ الاكبر طبعا. في البدايه طبعا بعزيك وبقول لك البقاء لله في والدك، ويا رب ان شاء الله يكون في الفردوس الاعلى من الجنه ان شاء الله. يعني سريعا كده قول لي اخبار الدنيا ايه، تجربه الجونه في الموسم السابق. الناس كلها بتشيد بيك وبتشيد بالتجربه الرائعه اللي انت اديتها مع نادي الجونه، فكلمني اكثر عن التجربه وكلمني اكثر عن الايجابيات اللي انت ان شاء الله هتكون موجوده في الفتره اللي جايه. والله انا بحمد ربنا على الاعاره اللي انا طلعتها دي والله يا كابتن، يعني فرقت معايا شويه. وطبعا كان اخويا عبد العزيز برضه كان بيكلمني ان انا اطلع عشان العب. تمام. طبعا كان اخويا احمد برضه واخويا محمد الكبير. فقبل ما اطلع ان شاء الله يعني ركزت ان انا اقول للناس ان انا مش قاعد، ما ينفعش اقعد على الدكه مع احترامي لاي حد. طبعا لعبت ده على الفايت كلهم وعارفين ان انا بحبهم جدا وانا بحب النادي جدا، بس كان نفسي ان انا العب عشان خاطر عايز اروح منتخب مصر ليا طموحات ثانيه ان انا احترف في اوروبا. يعني الحمد لله، يعني انا بشكر ربنا على الفتره اللي انا قطعتها، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا يوفق اللي جاي. طيب اكرم، عايز اسالك على دور يعني اخوك الكبير، اخوك اللي دايما زي ما انت قلت بتاخد رايه في كره القدم. هل الكابتن عبد العزيز دايما بيديك نصايح، بيتكلم معاك، بيكون في كلام ما بينكم بخصوص الامور الخاصه في كره القدم؟ والله يا كابتن هم اتنين، يعني اخويا محمد الكبير واخويا عبد العزيز. انا ما اعرفش محمد، انا اعرف عبد العزيز عشان كده بقول لك على عبد العزيز. هم الاثنين دول اكبر يعني. فالاثنين بيتكلموا معايا دايما. اخويا محمد برضه بيتكلم معايا في حته ان انا لا لازم تلعب. وعبد العزيز اخويا برضه بيكلمني في حته ان انا لازم العب، ما ينفعش تقعد، انت لعيب كبير، انت سنك صغير، لازم تطلع عشان تلعب كتير الكره لو انت عايز كده، عشان المنتخب يبص عليك. يعني بيتكلموا معايا بشكل مستمر. يعني كابتن اكرم، يعني هسالك سؤال صعب شويه، وعايز اعرف منك تقييمك للكابتن عبد العزيز توفيق. يعني وقت ما كان بيلعب كوره، وقت ما كان نجم، هو كمان شارك مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه 2010، ازاي كنت بتشوف طريقه لعبه وازاي بتشوف ستايله في الملعب؟ هو مش عشان اخويا وعشان قاعد معاك، هو كنت انا بحسه والله يعني، ومش مجامله، هو عارف الكلام ده كويس، احسن لاعب في مصر. بس كان لعيب يعني، كان لعيب جوكر، كان بيلعب في كل المراكز اللي ممكن اتخيلها. يعني يا كابتن كان كل حاجه ما شاء الله، كان سرعه وقوه ومهاره، كان يعني ما شاء الله. يعني انا خايف احسده بس واحد كابتن. طب ايه اللي انت، ايه المركز اللي كنت بتشوف فيه كابتن عبد العزيز هو مميز فيه جدا، وشايف ان هو لما بيجي كده تقعدوا مع بعض تقول لا انا شايف ان مركز الفلاني هو ده احسن مكان انت بتأدي فيه كويس؟ لا هو احسن مكان يعني هو مكان اللي هو الديفندر يعني. بغض النظر ان هو بيموت نفسه يعني في اي ماتش، بيلعب فيه باك رايت باك ليفت تمام، بس هو كان بيأدي دوره يعني ما شاء الله يعني في حتته في الديفندر يعني. هل انت شايف ان هو وجوده في جيل عظيم وجيل ذهبي لمنتخب مصر، هل انت شايف ان ده اضاف له واضاف لك بالخبرات اللي تمتع بيها في وجوده مع جيل حقق امم افريقيا 2010 وجيل ايضا حقق نتائج ايجابيه في بطوله كاس عالم القارات؟ اكيد طبعا، يعني هو كان في جيل يعني الناس كلها عامه بتتكلم عليه كلها يعني، وهم بيتمنوا ان الجيل ده يرجع تاني يعني. كان يعني حظه ان هو كان موجود في جيل زي ده، وهو كان يعني في الوقت اللي هو كان فيه كان لعيب كبير يعني ما شاء الله، من احسن اللعيبه في مصر. عشان كده ربنا كافئه في الاخر وكرمه وراح منتخب مصر مع كابتن حسن يعني في الجيل ده. طيب بامانه، موضوع المركز الهاف ديفندر ده وراثه، ولا انت حبا في كابتن عبد العزيز انت رحت لاعب هاف ديفندر؟ لا هو الناس كلها يعني بتقول ان احنا طريقتنا كلها زي بعض، كلنا لعبنا ديفندر يعني، ابونا قال لنا العبوا ديفندر كلنا. يعني هي النصائح يعني في اي مركز يعني، مع لو اي مدرب يجي يقول لنا العب باك رايت باك ليفت، ما حدش كان بيمانع، كان بيقول له حاضر في نفس الدور يعني.
يعني حضرتك كابتن اكرم قلت دلوقتي ابونا قال لنا العبوا في نص الملعب او العبوا هاف ديفندر، هل النصيحه دي كانت لكل الاخوات اللي موجودين في عيله توفيق ان هم كلهم يلعبوا في نص الملعب وبعد كده يتم توظيفهم بقى بشكل مختلف سواء بقى باك ليفت باك رايت نص ملعب مساك، هل كان فعلا يعني طبعا الله يرحمه ويحسن اليه، هل كنتوا متاثرين بيه بنصايحه في حتى في كره القدم غير الحياه العاديه والحياه الطبيعيه؟ اكيد طبعا يا كابتن، يعني ده في الاول وفي الاخر يعني ده اب وما يعني احنا ما كناش بنعتبره ابونا، كان صاحب واخ، ولما كان بيتكلم معانا كان بيتكلم معانا يعني اتنين صحاب بيتكلموا، عمره ما حسسنا ان هو يعني اب لينا، فالله يرحمه يعني ويحسن اليه ويرحمنا من بعد. قول لي بقى اكيد في موقف كده كان يعني كابتن عبد العزيز ممكن يكون يعني عنفك فيه شويه او قال لك يعني لا كنت المفروض تخرج النهارده من الماتش ده عامل مجهود اكبر وانت ازاي ما عملتش الكره الفلانيه، حصل ما بينكم حوارات زي كده واكيد كان دمها خفيف لما بتفتكروها بتتكلموا اكيد بتضحكوا اكيد بتهزروا؟ لا هو عامة يعني في اي ماتش عامة هو بيتكلم معاك على النفسيه، بيتكلم على الماتش، هو عارف في الاخر ان اخوه لعيب كويس ف بيبقى بيلعب على النفسيه، انت نفسيتك كويسه، لا انت المفروض يعني تطلع تلعب، ما هي في الاول وفي الاخر لعيب الكوره يا كابتن عمر. صح يا كابتن، صح يا كابتن، مظبوط مظبوط. يعني لو انا نفسيتي كويسه هنزل الملعب ادي هكون واحد احسن واحد في الماتش. صح. انما لو انا نازل وانا في اي حاجه او زعلان من حاجه طبيعي هبقى اطفال وهبقى متعصب وزعلان، فمش هعرف ادي بنفس الشكل اللي انا متعود عليه. طيب الاخ الاكبر كابتن عبد العزيز توفيق تقول ايه لاكرم توفيق الاخ الاصغر في مسيرته الكرويه ولسه المستقبل قدامه طويل سواء مع النادي الاهلي او مع في الجونه، لكن اتمنى اكيد يعني ان هو يعود الى النادي الاهلي ويتالق من جديد ويلاقي مكانه ان شاء الله، تقول له ايه؟ لا انا من زمان بقول مش عشان هو اخويا وقبل ما يروح الاهلي يا اكرم انا بقول الكلام ده، انا اكرم ده ان شاء الله باذن الله هيبقى من احسن ديفندرات مصر بل ممكن يبقى احسنهم. بس اكرم يعني انا مبسوط منه، انا الحمد لله السنه اللي فاتت يعني الحبه اللي طلعهم للجونه تمام، لا هو رد على الناس رد كويس وقال لهم انا موجود وانا قادر ان انا العب في وسط الملعب في النادي الاهلي، وانا بقول للنادي الاهلي بما اننا بنحب النادي الاهلي طبعا اكرم يرجع السنه دي نصيحه، لان اكرم هتحتاجوه واكرم لو رجع ولعب انا متاكد ان اخويا هيثبت رجله في نص الملعب وهيبقى من احسن الناس اللي موجوده في نص الملعب في النادي الاهلي. اكيد طبعا الاهلي طبعا زي ما انت قلت طبعا يا كابتن عايز النادي الاهلي طبعا يعني نصيحه حبا للنادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي متابع اكرم وبيقيمه كويس جدا طبعًا. ان شاء الله احنا نتمنى ان اكرم يرجع. ترد تقول ايه يا كابتن اكرم؟ والله انا مش داي ارد على اخويا يعني الكلام، ربنا يخليك ليا يا حبيبي، انت عارف ان احنا دايما بنتكلم مع بعض، ان شاء الله هكون عند حسن ظن ظنكم انتوا قبل ما يكون عند حسن ظن الناس، وان شاء الله انا نفسي ارجع النادي الاهلي. وهتنور ان شاء الله، هتنور بيتك يا كابتن اكرم وان شاء الله هترجع ان شاء الله في احسن حال، وزي ما انت عارف النادي الاهلي دايما بيتابع، النادي الاهلي بيكون عايز الافضل لاولاده كلهم اللي موجودين، بتمنى لك التوفيق وبعزيك مره اخرى وان شاء الله يعني نشوفك في لقاءات تانية كتير يا كابتن اكرم. بشكرك شكرا جزيلا للكابتن اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي والمعار حاليا الى نادي الجونه، والاخ الاصغر للكابتن عبد العزيز توفيق اللي مشرفني ومنورني في قناه